السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مواقع كتيرة دلوقتي بقت مشبوهة، ومجرد ان انت تدخل عليها بفيروس الجهاز بتاعك وممكن يسرق الاسرار او يسرق الحساب بتاعك على جوجل او يسرق الفيزا بتاعتك. فلازم اولا تتأكد ان في علامة القفل هنا ايا كان المتصفح اللي انت شغال عليه، والموقع دوت سيف براوزنج سايت ستيتس، حط الموقع اللي انت شاك فيه وقول له اعمل سيرش عليه، فيقول لك خلاص الموقع ده تمام، عمل لك علامة صح يبقى كده الموقع ده تمام. لو غلط هيديك علامة حمراء وعلامة اكس، فتعرف ان الموقع ده مشبوه وابعد عنه. دي افضل طريقة عشان تعرف هل الموقع ده سليم تقدر تدخل عليه ولا الموقع دوت فيه اي مشاكل. وخلي بالك لان في ساعات بيبعت لك الرابط يكون مثلا مكتوب فيسبوك بس الاو واحدة مش اتنين، ونفس شكل الفيسبوك بحيث ان انت تدخل ويبدا يسرق الحساب بتاعك. فنكون حريصين زيادة على اللزوم، يكون عندنا بارانويا ارتياب في اي رابط بيجي لنا ما ندوس عليه غير لما نتاكد. ممكن لو ايميل تتصل باللي بعت لك الايميل ده تتاكد هل هو فعلا اللي بعت الايميل دوت ولا الايميل ده يعني متهكر.